السلام عليكم. السوق العقاري بالإمارات بشكل عام منتعش جدا، وخصوصا في إمارة دبي. هذا فيديو في شرح عن أحدث وأهم المشاريع التي قريبا ستطرحها شركة إعمار العقارية في أهم مناطق إمارة دبي. لكجري تاور إن دبي مارين، ثم طرح جديد في فيلل ذا فالي على طريق دبي العين. The last phase in Arabian Ranch Trees Villas. وكذلك الحال قطع أراضي في إمرس ليفينج، فرصة سكنية فخمة جدا. وأخيرا وليس آخرا، طرح جديد في منطقة دبي هيلز ستيت، حيتضمن كذلك الحال فيلل فخمة جدا. للتفاصيل أكثر ولضمان تحجز أفضل خيارات بالسوق كله واستشارة عقارية مفيدة لك، أكيد تواصل معي وفالكم طيب.